بعد اول مشكل هادشي اللي كنت واحد كيف الطاكسي اللي عندو اي لي صعب يا لا لا تواجد الإخوان ديالنا اليوم أمام هذه الشركة ما هو إلا المطالبة بواحد الحقوق ديال هاد السائقين. فاللي وقع هو أن هذه الشركة هذه كدير واحد ريكريتمون ديال واحد العدد ديال الناس. الإخوان كيتسألوا واش هاد الناس كيتوفروا على المعايير، معايير يعني واش هاد الناس مهنيين، واش هاد الناس هما سائقين يعني اللي غيجاو يزاولوا هاد المهنه ديال الفي تي سي. هذا هو التواجد ديال الاخوان اليوم امام هاد الشركه. الزياده الثانيه يعني الامور الثانيه شنو هي، هي ان الاخوان كيتسائلوا امتى هاد الشركه غادا ترفع من الثمن ديال التسعيره، لان مادام ان واحد السياره خاصه غتجي لواحد الزبون وغديه الوجهه ديالو، فمطلوب ان يكون واحد الثمن اللي هو ما يكونش بحال الثمن ديال سياره الاجره، يكون واحد الفرق، لان هاد السيارات هما ذو جوده عاليه، سيارات يعني كيتوفر فيهم جميع الشروط، فهكا كتكون المهنيه. فهذا هو المطلب ديال هاد السائقين اللي جاوا اليوم امام هاد الشركه. اليوم حنا امام واحد الشركه، الشركه الحمراء للتطبيقات، اللي اليوم جينا وقفنا يعني احتجاجا على يعني التسعيره اللي دايرين، واحد التسعيره اللي هي مدله، اللي هي تضر السائق المهني، تضر قطاع سياره الاجره. حنا اليوم هنايا جينا باش يعني نتحاوروا مع هذه الشركه هذه، لانها تدير ريكريتمون لغير السائق المهني، اي واحد تيزاول مهنه اخرى تيجي وتتسجل معاهم وتيخدم. حنا ضد هذا الشيء، وان شاء الله باذن الله راه حنا وصلنا معاهم ان شاء الله الحوار اللي غيكون غدا ان شاء الله، وتمناو الخير للسائقين كاملين. وحنا هنايا باش يعني نناضلوا في هاد التطبيقات اللي هي المهنه ديالنا والقوت اليومي ديالنا، اللي ما نسمحوا حتى شي واحد اللي غيدخل ويخدم بواحد المعايير اللي هي يعني اقل من التطبيقات الاخرى. حنا تندافعوا على رزقنا ونتمناو على انهم يردخل المتطلبات ديالنا، وان شاء الله يكون خير.